أهلا وسهلا أصدقائي، تحياتي وأشواقي. هذا اللي شايفينه اسمه Tower of London Palace، قصر برج لندن، موجود على الضفة الشمالية لنهر التيمز. ارتفاع القصر 27 متر ويعتبر معلم تاريخي وسياحي مهم في لندن. بالنسبة للتيكتس 29 باوند للأدلت، لو معاك ستودنت كارد في خصم 5 باوند. هذا هو التيكت أوفيس. المنطقة هاي تابعة لبلدية Tower of Hamlet. احنا مش بعاد عن الشارد وعن اللي هو تاور اوف لندن، الجسر اللي بيفتح اللي انا صورت لكم اياه، هذا هو الرابط. طبعا القلعه اصدقائي بنيت في 1066. رحلات مدرسيه بشكل مش طبيعي اليوم. في تفتيش شنط هنا، طبعا جزء من التيكت موجود فيه تورز اللي هي جوله بيحكوا لكم على المكان، في توقيت مختلفه لهي التور. طبعا هاي القلعة كانت تعتبر مقر التيجان الملكية، واستخدمت في الحرب العالمية الأولى والثانية كبريزن، كسجن. ضروري تزوروها لأنه هي من القلعات اللي مش معروفة، مش باخدة حقها على فكرة، خلاف مثلا باكنغهام بالاس أو وينزر. مكان لازم تزوروه. هذا جزء من القلعة انبنى في 1280. واو، اسمها البيف ايتر شوب. طبعا البيف ايتر في العقود الماضيه كان حراس القلعه ياكلوا البيف اللي هي قطع اللحم، لانه كانوا معزوزين، لانه هم كان تولى لهم مهام حمايه القصر. بالامكان تاخذوا اوديو جايد تور اللي هو الجهاز التسجيل اللي من خلاله حتعرفوا معلومات عن هذا القصر. هاي الاشياء اللي ممكن تشوفوها جوا هذا القصر، ما أقدمها حوالي 1000 سنة عمرها. هذه الغرف طبعا حقيقية، حتى الآن يتم الاعتناء فيها. كبيرة القلعة هذه بشكل مش طبيعي. في سراديب هيك بتلاقوا فيها مجسمات. هذا اسمه بلودي تاور، البرج الدموي. ليش طيب؟ جيت اسمها تريترز جيت، بوابة الناس الخونة، كانوا يدخلوهم من هاي الجيت ويروحوا على التعذيب أو على الإعدام. رويال بيستس اللي هي الحيوانات المفترسة أو الضخمة، كان لها اهتمام في الماضي. مدفع روسي استخدم في حرب القرم سنة 1855، قوس كوين إليزابيث. هذا اسمه الوايت تاور، البرج الابيض، كان يستخدم في الماضي لأرشفة المستندات ومخزن للأسلحة. هذا مدفع مصنوع من البرونز، استخدم في 1827. حدخل الآن على الوايت تاور، هو هذا المبنى اللي بتوسط هذا القصر. إبراهيم باشا، هاي المجسمات جوا التاور. موجود جوا التاور مجسمات للأحصنة والفرسان، الأمراء، ملوك، الدروع. تحس حالك انك في معركة حربية. هذا نبير مي، درج خشب. طبعا في مباني بتحيط بالقصر. هذا هو الشارع الرئيسي. قلعة تاريخية عريقة جدا. شوف القرد من فوق بالصنبع. في هنا عرض عن تاريخ البيستس او الانيمالز، الحيوانات اللي كانوا
يحطوها بالقصر. هذا عرض بروجيكتور كأنه في نمر محبوس جوا. بإمكانكم تكملوا الطريق، تمشوا على القلعة من فوق تكتشفوها. داخل البرج على الطابق العلوي هتلاقوا فيه أشياء تنعرض هنا، صور أو مقاطع فيديو عن كيف القلعة كانت تستخدم في الماضي. التيكت لدخول التاور بريدج اللي أنا صورته هذاك سيبريت تيكت. هذا المكان كبير، يعني قلعة تاريخية كبيرة بدك تقضي فيها على الأقل 4-5 ساعات، فبدكم تيجوا بدري. إنه في ناس ساكنين في أحد هاي المباني. زي ما انتم شايفين بيكون في هنا مارشينج للحراس في اوقات معينه. هذا المبنى جواته مجوهرات التاج الملكي، التيجان اللي كانوا يلبسوها الملوك في الماضي. داخل المبنى ذا كراون جولز ممنوع التصوير، هو المبنى الوحيد اللي ممنوع فيه التصوير. هذه الشوب اللي هي لما تخلصوا الجوله بتلاقوها شغلات ملكية زي هيك. هاي الشوب، قطع عسكرية قديمة هنا معروضة، مدافع. هذا متحف بنعرض فيه الميداليات العسكرية والملكية. الريفنت والغراب الكبير طبعا موجود منها عدد داخل هذا القصر، وهي ملكية على فكرة وإلها أسماء وإلها شهرة ميلاد، لذلك إلها اهتمام وهي مصدر تفاؤل بعكسنا في العالم العربي نعتبرها مصدر تفاؤل. اليومان ووردرز اللي هم الحراس اللي لابسين هذا الزي الأحمر والأسود بعيشوا في هذا القصر. في ناس كمان تاني بتعيش في القصر زي مثلا الدكتور أو عائلاتهم كمان. يومان ووردرز تاور أوفيشلز كان ليف هير سو ذيرز 33 يومان ووردرز اند ذير فاميليز لورد اند ليدي ليفين هير وذ ذير فاميلي دكتور بادري ويل اكشلي ذا دكتور دايد سادلي in lockdown. Padre, families with the crown jewels, so about 100 people. المكان رائع جدا، يعني مليء بالتاريخ. بذكرني في قلعة دوفر من حيث المساحة، كبير كتير، أكبر من قصر باكنغهام بالاس وأكبر من قلعة وينزر. وبنصح لو وجدتوا عليه تروحوا على تاور في لندن، هذا هو. بتمنى أصدقائي إن شاء الله تكونوا انبسطوا معايا في رحلة هذا اليوم، حتى التقيكم في مكان جديد وزمان جديد ومعلومة جديدة. See you again.